اهلا بيك مره ثانيه كابتن خالد، متواصل مع حضرتك وتغطيتنا لافتتاح ومباراه الافتتاح النهارده من البطوله الافريقيه للكره الطائره للسيدات، وبيكمل لقاءاتنا ومعانا كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي ومدير البطوله النهارده، يطلعنا على اخر الاستعدادات وشكل النهارده اليوم هيمشي ازاي باذن الله. كابتن رؤوف، يعني الاول بنقول لك الف مبروك على الاداء الاكثر من رائع والمنظر اللي شايفينه جوه في الصاله، سواء من الناحيه التنظيميه او كل حاجه متوفره والناس كلها وكل الفوت بتثني على التنظيم. يعني كلمنا النهارده عن اليوم والدنيا ان شاء الله هيبقى شكلها عامل ازاي، وكعادتكم دايما في النادي الاهلي مطمنين وعارفين ان حاجه تطلع بشكل مشرف. يعني الحمد لله، يعني النهارده بدايه العرس، في البدايه طبعا بحيي الكابتن خالد العوضي، بقول ان حفل الافتتاح يعني احنا تعبنا فيه كتير جدا، يكفي ان انا اقول السهر كان لغايه 6:30 فجر اليوم بيعملوا البروفات للاعداد، ورجعوا تاني الساعه 12 الظهريه عملوا البروفا جنرال. يعني كل صغيرة وكبيرة، الحقيقة رئيس اللجنة الدكتور محمد سراج، وطبعا اللي تولى هذا الموضوع كله المهندس وليد مبروك. صحيح هو مش هيبقى الوقت بتاعه طويل قوي، لكن اعتقد ان هو حاجة اعتقد انها جديدة. مستني اعرف اراء الكابتن خالد العوضي والسادة المشاهدين في حفل الافتتاح، اللي ارجو ان هو ينول القبول. كابتن رؤوف، يمكن كل الوفود المشاركه يعني الناس كلها بتتكلم بشكل اكثر من الناس سابق ليها انها جت هنا والنادي الاهلي كان منظم البطوله السابقه، لكن النهارده كمان واليوم النهارده الفرق كلها يعني كلها شكلهم راضيين اكثر، واتكلمنا معاهم راضيين اكثر على التنظيم كمان السنه دي. يعني الحمد لله، يعني ربنا يجعلنا سبب ان احنا تملي النادي الاهلي اذا اسندت اليه اي بطوله فهو عنوانها نجاح واشاده الساده الضيوف. وزي ما انا قلت في حفل القرعه او التكنيكال ميتنج الاجتماع الفني، قلت لهم احنا لا نبحث عن نتائج، احنا اهم حاجه ان احنا بنبحث عنها ان احنا ناخد راي الساده الضيوف، وده الواجب الاساسي، لان يعني الكؤوس مليانه في خزينه النادي الاهلي، وباذن الله احنا طمعانين باذن الله الفرقه بتاعتنا البنات البطوله هتبتدي النهارده والولاد كمان 12 يوم، طمعانين في كل الكؤوس، ولكن احنا نبحث عن التنظيم الجيد دائما، وده عنوان النادي الاهلي اذا اسندت اليه تنظيم اي بطوله. يعني كابتن رؤوف، يعني شايف ازاي بقى البطوله من الناحيه الفنيه؟ البطوله كل الفرق اللي سبق وفازت بالبطوله باستثناء الافريقي التونسي مشاركه في البطوله دي، النادي الاهلي معاه 9 القاب، الانابيب الكيني معاه 7 القاب، كمان السجون الكيني 5 القاب، وفي فرق اكتر من فرقه فازت بالبطوله بلقب واحد قبل كده، شايفها ازاي فنيا في الملعب والمتعه اللي بتوعد بها الجماهير؟ يعني اعتقد ان الحمد لله الفريق بتاعنا فريق النادي الاهلي استعد جيدا قبل هذه البطوله من خلال معسكر في دوله صربيا. زي ما حضرتك قلت المنافسه قويه، وجود الفرق الكينيه الثلاثه البايب لاين وكوميرشال بانك وبريزونز، دول زي ما حضرتك قلت سبق لهم الفوز بهذه البطوله اكثر من مره، ده بالاضافه الى عموما ان الفرق شمال افريقيا وبالتحديد فرق تونس ايضا يمكن ما لهاش نصيب في الاونه الاخيره بالفوز بهذه البطوله، ولكن بدايه هذه البطوله مع انطلاقها في التسعينات كانت البدايه من الانديه التونسيه، والنهارده في فريق قرطاج اللي مشارك النهارده لسه المباراه بتاعته منتهيه، بقول انه فريق جيد جدا واعتقد انه هيكون منافس قوي لفريق النادي الاهلي على البطوله باذن الله. كابتن رؤوف، يمكن وعدته ان شاء الله ان جمهور النادي هيكون موجود ويساند فرقته في البطوله، وبالفعل الوعد تحقق، شايفين الصاله شكلها اكتر من رائع والجمهور دخل بشكل مشرف والناس كلها مبسوطه ومرتاحه والدخول كان بسهوله ويسر، يعني تقول ايه الرساله اللي بتوجهها لجمهور النادي الاهلي من خلال البطوله؟ يعني بقول لكم ان المدرجات عطشانه ليكم، انتوا وجودكم ضروري ومهم لينا، انتوا اللاعب رقم واحد طول عمركم، يعني من ساعة ما دخلت النادي الأهلي لغاية النهاردة جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد، وعودته لمكانه الطبيعي. أرجو إن احنا نحافظ على هذا المكان، بناشد جماهير النادي الأهلي المحافظة على وجودها داخل المدرجات، لأن فرق النادي كلها جماعية محتاجاكم، ألعاب الصالات كلها محتاجاكم، فنرجو إن هم التشجيع يكون بالصورة المثالية كما عهدنا فيهم دائما، وباذن الله يكونوا وراء فرقهم حتى يتحقق النصر باذن الله. شكرا كابتن، بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تكون بطوله ناجحه كعادتكم في النادي الاهلي. شكرا.
كابتن خالد، ده كان لقاءنا مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير البطوله، وان شاء الله بنرجع لك تاني في قادم المواعيد ونوعدك بتغطيه من هنا ممتازه زي التنظيم والاداء الممتاز هنا من اللجنه المنظمه للبطوله. كلمه ليك كابتن خالد.